مشاهدينا النشرة انتهت، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. صالح يدعو القوى السياسية لتوحيد الصف ودعم الحكومة الجديدة. عبد المهدي يصل إلى كربلاء ويطلع على الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية. الأعرجي يوضح أن قرار نقل الملف إلى ميل الداخلية يشمل 5 محافظات كمرحلة أولى. انتهت النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة ودمتم بخير. إلى اللقاء.